B-O-M-B بوم يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. بينا شباب البوم. تفضل يا باشا، ما تنسناش بقى في التقييم. خلاص ابشر بعطيك صفر حبيبي. شكرا. كيفك عامل؟ الحمد لله بخير. ياسر تبيني ارجع اخذك؟ لا يعطيك العافيه هيبه، برجع مع واحد من العيال. انت من نفسك حبيبي. ان شاء الله حبيبي. من ذا؟ سوي ما تعرف أبوي. هلا عرفه، بس فيك شيء أنت؟ لا ما فيني إلا العافية. غريبة، يقول لك أنت بين نفسك حبيبي. عادي، أي أبوي يقولها لولده. طيب ليه موصلك؟ موتري في الوكالة وبيطلع بكرة، قلبها تحقيق. أنت في سؤال ثاني؟ لا لا تفضل، وأنت بين نفسك حبيبي. ألا ذي من أول أنا احتريها أولا هرنعة. أفع عليك، هذه يا بابا اشتر عليها الصن، أبهينها بالثمانية. الحين كل يوم يقول لك أنت من نفسك حبيبي ولا بس اليوم؟ من هو؟ أبوك. أنت للحين معلق على ذي السالفة يا ابن حلال، راح عليها ساعتين الحين. إيش اللي أرجع يا أبوه يقول له أنت من نفسك حبيبي؟ وما الغريب في ذلك؟ يعني عادي. أدري عنا ذا الله يهدي. الحين لو سألت أي واحد فينا وش أكثر كلمة يقولك إياها أبوك، أكيد بيقولك كلمة حلوة. أنا أبوي قبل ينادين أبو صلوح الصلحي تذاتا. أنا أبوي يقول لي شاكشوكا. أنا أبوي يقول لي انزلع. أنا دائما أبوي يقول لي جيب الباقي. ارحب. هلا والله يا الغالي. ارحب ارحب ارحب. ألف ألف مبروك. إيه فزنا. أليتي يمشي كده كده، أليتي يمشي كده كده، بس لازم يستمر على هذا الفوز، وبشرط النصر يتعثر. روما بدع كالعادة. يلا يلا سلام. لا تقول لي ذا أبوك بعد. أيوه أبويا. أبوك عادي يسولف معك عن الدوري وكذا. أيوه يسولف معي عن الدوري، والتيك توك كمان يخش معايا جولات وأحكام سلخ. تعال تدق على مين؟ بدق على أبوي، نسيت أقول له سالفة مهمة. طيب حط السبيكر. ها؟ حط السبيكر. ألو. هلا. هلا يبا. هلا حبيبي، هلا قلبي. داقن علي تبي فلوس؟ ما في فلوس. انزل. وجانا القطار بدروبة. ولا تقاطع ولا إشارات. هذه الكيكة اللي تحبها إيبا. تسلم إيدس يا حبيبة أبوها. وهذه قطعة حبيبي سليمان. تكفي ولا تبي زود؟ لا لا يكفي يما. وأنا؟ هذا هي قدامك، مدي يدك. حسد أعوذ بالله. أنا اللي بعطيت بديني. أحلى من يعطيني والله، الله لا يخليني. خلي الأخوص شوي وحطي على جنب علشان أنا جاي أكلها. أبشر يبا. السلام عليكم. كم السلام. بكم البرتقال؟ هذا 30. ورق تضربه؟ طيب حرام نعمة يا أخي، لا تضربه. إيه ما شاء الله زين. لا كويس كويس، بضاعتنا نظيفة. بضاعتكم نظيفة. الحين نكشف بضاعتكم إذا هي نظيفة ولا. سلامات. وش ذا؟ حاط اللي تحت خربان واللي فوق زين. ولا ما تتكلم أنت؟ هي واحدة الخربان بس. خلاص خذ لك هذا 30. ورق خفت؟ ما خفت، هي واحدة بس الخربان. الورقيات وينها؟ هذا
هذا بقدونس ولا كزبرة؟ هذا رجله. رجله؟ هذا جديد عليه بالتشكيلة، ما أعرفه. عندك موز؟ موجود. خلاص، عطني كيلوين من ذا. هذا ما ينفع، خذ لك من ذا المستوي أفضل. لا يا شيخ، تبي تلعب علي؟ تعطيني من المنقط ذا؟ يوم يومين ويخرب. أبي هذا الأخضر يقعد أسبوع، وعطني كرتون تفاح. أبشر. يلا تحرك. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا ميري يا ميري، تعالي شيل الأغراض الكثيرة اللي جبتها، موز وبرتقال وتفاح، كلها جايبها على حسابي. ما شاء الله، ابعدي يا ولدي. الله لا يستر خير العدو. أفا، طب ليه؟ أنا رايح العتيق قبل الصبح وجايب كل الخيرات، برتقال وموز وتفاح وعنب وكل شيء. طيب اللي جبت هذا وين وديه؟ والله ما دريت انك رحت عتيدزة. طب انا وش اسوي؟ حبيت اسوي مفاجأة. مفاجأة؟ الله اكبر، ترى كله تفاحة وبرتقال. كم جبت البرتقال؟ 30 ريال. لا عبيني عليك، انا جايبه ب25. يمكن خربان اللي اخذته. واقول لكم سفل فيني ابوي قدام امي، ماش ما في فايدة. تصدقون حتى شكرا ما قالها لي. والله حلو البرتقال. يوسف السبه وش يقول؟ برتقان اسمه برتقان يا غبي. ايه لا تقول معلومات غلط، برتقان اللي مع كراس في السوني. وش تسمونه بغليل يا شكوش؟ نسميه اورنج. سلامات، انتم ما تحسون انا الحين قاعد افضفض لكم وانتم فاتحين سالفه عن البرتقال. ايه خلاص يا ابن الحلال، تراك اشغلتنا بسالفه ابوك. خلاص يمكن هو طبعه كذا، يمكن ما يتغير. شف انا عمي وعارفه، ما يبين بعينه الا الشيء الجزل. أما قوت إنك تعبي دبة غاز، تجيب الخضرة، تصب له شاهي، ما زي معه شيء، ما لكل تزي له شيء يا من العين. السلام عليكم. عليكم السلام. أشوفكم على خير يا أحلى أم وأب الدنيا. عندي سفرة صدرت، بكرة راجع إن شاء الله. الله يحفظك يا ولادي. وين رايح؟ مفاجأة، أعلمكم بكرة إن شاء الله. أسمع عاد، ترك كتب الخط ولا تسرع، وجيت بكرة جايب لي مخالفة ولا مخالفتين من ساهر، ترى يبقى لم سددي عنك ولا هللة. هلك سمعت الكلام. إن شاء الله. هلا يما، ها وش رايك بالمفاجأة؟ أبشرس وصلت مكة وباخذ العمرة. علمي أبوي إني وصلت، بس لا تقولين له إني رايح مكة مثل ما اتفقنا. أم عامر. سم. عامر وصل ولا لا؟ الحمد لله وصل ويسلم عليك. الحمد لله. الله يسلمك وياه. وين راح الحين؟ إن شاء الله إذا رجع بيقول لك. وعليكم السلام. وين اللي يقول بروح مكة يوم بريح وبرجع يوم ثاني؟ أبد، شفت نفسي نشيط، قلت يا رجال دام خلصت عمره بدري أرجع للرياض. ما شاء الله، الله يتقبل منك وثبتك. والله ما قلت أنك راح مكة، لأن العمره ما أخذها عنك. عجيب والله، شايف أنا بحر ولا بتعتبر عن؟ إيش دعوة يبا، بسم الله عليك، الله لا يقوله. بس قلت أنت يعني كبير في السن، ويمكن يعني ما تقدر تاخذ عمره زحمه وكذا. انا ما في الا العافيه، اقدر اعتمر واقدر احج بعد. طيب جبت زمزم. اي ياك الله خير. بعد اذنكم ابغى اروح اريح. هذا جساده الولد يبي فرحك، كان قلت له كلمه حلوه. قلت له جزاك الله خير. انا حسبته بيفرح
بيستانس، لكن للأسف غسل شراعي زي العادة. وادر هديك راح انت تقوله ما تقدر تزين عمره، أكيد بيعصب يذق صدره. طب وش أسوي؟ هذا أسلوبي، ما أعرف أعبر. طيب يمكن حتى هو ما يعرف يعبر هو نطالع عليه. قالوها ابن الوز عوام. أهم حاجة إحنا مستفيدين، فواكه وزمزم. ها المرة الجاية نبغى ذبيحة. أنا يبا سمسم. أبشر أجيب لك لبن. طب تبيه كامل وجانا القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات. ودي أعرف وش السر، ليش أبوي معس أليم من اللي نفسه ومعي قاسي؟ ما في سر ولا شيء، المحبة من الله. وليه حبس أنت أكثر؟ لأنك درج ما تعرف تتعامل معه. أنا درج؟ أنا درج؟ إيه درج. إذا تبغى تتقرب له خلي يشوف منك شيء لطيف كل يوم، وداخل وهو طالع، ومع الوقت بتشوف شلون تغير. يلا ورا ورا، روح روح كمان. بس ستوب. أتحداك البراد البطلة. اسمع، أبيك تحط البرادة هنا جنب الباب علشان أبوي إذا دخل وإذا طلع يشوفه ويدعي لي. بابا أنت عايز؟ لا أبوي اسمع علي. أنا يقصد هو في موت ولا في آيس؟ هي الله يحفظه حي حي ما مات. أوه أنا في صوي غلط، هذا مشكلة. أنا في يكتب هذا عن مرحوم علي بن عمر، إيش مشكلة لهم؟ كيف أسوي؟ ما أبول أنت الحين، أبوي بدل ما يدعي لي يدعي علي. إيش سوي لهم؟ خلاص خل الموضوع علي. هاي يبا، وش رايك في البرادة؟ ما شاء الله، زين ما سويت وانا ابوك. الله يكتب اجرنا واجرك. يعني حبيت الفكرة؟ اي بالله حبيتها. طيب واللي جاب الفكرة حبيتها؟ عجيب والله، تبي تموتني وانا حي؟ لا بس هذا خطأ مطبعي. خطأ مطبعي، شيل اللوحة وخلى البرادة واذلف. أبشر أبشر صديق، أتقر أنقص أصان يبضى أنا صغل سباكة، أصان زيب موية بارد، أصان نفر فيه سرب موية، يقول الله يخلي نفر يركب برادة. عامر يا عامر عامر سم يبا. وش هالصوت؟ دريل. ها خرقت الجار؟ اي خرقته علشان مد مويه البرادة. الله لا يسامح ولا يعطي عدوك عافية. شيل البرادة، ما بي برادة ولا بيك شيء. الحين انا اروح مكة وادعي له واحط له برادة علشان الاجر، وبالاخير يدعي علي. صاحي انت، انت ارتكبت خطأ عظيم. الجدار هذا شيء مهم عند الشيبان، لا سمع صوت الدريل بالبيت سوى استنفار. سنين هو يبني هالجدار، تجي انت خارقه بدريل. طيب في اين البرادة؟ اسكت لا عامر، حط حرته كلها فيك. يا عامر يا حبيبي، ابي افهم شيء واحد، انت ليش مشكل عمرك وتسوي كذا؟ ابي ابوي مثل ابوك، ودي احس انه يحبني. تصدق بعض الاحيان ودي اقول له خليك مثل ابو ياسر. تصدق فكرة حلوة. ما بقول انت، والله لو كل ابوي كذا يطردني من البيت. لا 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 يا عامر، بنلمح له، بنجي أنا وأبوي عندكم في البيت بنتقهوى وبنسوي قدامه تطبيق عملي، بس تلميحة. والله فكرة. أبوي سمي يبا أمرني. أبشر أبشر أجيب خبز. طب مفروض ولا؟ جاء القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات. سمي با عطى الضيوف لابوه. سمي عم. تسلم عم. شلونك ابو عامر؟ ابو خير الله يعطيك العافيه. اقدم. سم حبيبي. تسلم يبا. المفروض هو اللي يعطيه. انا وياسر ما نختلف، احنا اصدقاء، وانا ما مارس عليه سلطه الاب.
ترى مو هو دايم بعض الأحيان. الله يصلحه ويخليه لك ياسر علبه غانم. حتى عامر ما شاء الله عليه حب ريح وشكرتي. عامر والله يصلحه، مره يصلحها او 20 مره يخربها، رابع عن ضغطي. عجيب والله، شايف انا بحر ولا بتعتبر عن الله لا يصابك ولا يعطي عدوك عافيه. شيل البراده، ما بي براده ولا بك شيء. علاقتك مع أبوك سيئة؟ لا. علاقة قوية وممتازة؟ بعد لا. أجل، وش العلاقة اللي بينك وبينه؟ صدقين يا دكتورة، ما قد يوم أبوي قال لي كلمة أحبك. تسمح لي أتواصل معه؟ حنا والله ما نعرف العيادات النفسية ولا فين إلا العافية. إلا ولدي عامر وش فيه؟ عامر ما فيه إلا العافية، بس أنا أبي منك طلب يا أبو عامر. آمر يا دكتورة، وش تبي؟ أبي إذا دخل عامر بعد شوي تقول له أحبك. بس خليه يجي. خلي عامر يدخل. عامر يا ولدي أحبك من جدك يا باه؟ إيه من جدي. تحبني تحبني الصدق يعني؟ نعم أحب. بس فيه